ممكن بعض الناس رغم اهميه الكلام اللي حضرتك بتشير اليه دلوقتي، بعض من يتابعك الان استاذ ابراهيم يقول طب ليه انتوا بتفكروا في الدايره او اللفه الكبيره دي، انكم تعملوا مشروع مستقبلي وانكم تعملوا حاجه للمستقبل على مدار سنوات ممكن تحقق اهدافها، بينما الاقرب هو اننا نبدا نصلح المسابقه زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، ان نبدا في كل المراحل العمريه نشوف ايه المشاكل، ازاي نقرب اكتر من الكره النموذج الناجح لكره القدم في اوروبا، ازاي نطبق شكل الاحتراف عندنا. الحاجات اللي زي دي يا محمد بتبقى في خطط اجله وعاجله، زي التعليم. التعليم عشان يتصلح ياخد وقت طويل، بس في خطط عاجله بتبتدي بيها بسرعه، زي اللي اتعملت يا محمد، اللي اتعمل الموضوع بتاع التابلت ده واللي اتعمل ده شيء من وراء الخيال. مصر بتنقلت نقله مهمه جدا جدا، اختصر الزمن، ده عصر نهضه جديد زي محمد علي ما عمل. انت متخيل يعني ايه انك حولت حفظ التلقين لتعليم تاني بقى، خلاص بحث ومعرفه وتعليم رقمي. الولد ملوش علاقه معاه تابلت، كل علاقته ببنك المعلومات وبالاسئله والكلام ده كله، ورابطين البتاع ده عشان ما تفتحش الاتاري والهرايس دي كلها، شيء معمول هايل جدا. طبعا لما تيجي تتكلم كان النخبه عندنا هنا وبقايا الثوار واللي بتاع ده كله بيتكلم يقول لك انتوا عمالين تعملوا طرق وعمال يعمل كباري وبيعمل مش عارف ايه، احنا عايزين التعليم والصحه. لما الدوله عملت كانت بتخطط وعملت مشروعين، اللي اتعمل في الصحه ما اتعملش في تاريخ مصر المحروسه قبل كده، اللي اتعمل في فيروس سي، انك انت عندك بلد الفيروس بياكل اكباد المصريين، انت بتتكلم على عدد كبير جدا، بتتكلم على عدد كبير جدا من المصريين، ثلث الشعب المصري تقريبا، ارجو يعني مش عايز اقول رقم انا مش عارف رقم بالظبط، انما بياكل كبد المصريين. لما تيجي والعلاج، لما كانش ليه علاج، اما امريكا عملت العلاج يا سيد الفاضل، العلاج $100,000 كورس العلاج اللي بيعالج واحد، طب احنا عندنا اللي 30 مليون ولا اكتر، يعني عايزين لهم منين، هنجيب منين ده كله؟ ومصر تشتري التصنيع، تصنع الدواء هنا، تاخد الحق وتصنع الدواء هنا، وتعليمات من الرئيس، وتيجي تعمل انك انت تقول ان انا هعمل ان البلد، منظمه الصحه العالميه بعتت لمصر تشكر مصر اكبر نسبه علاج من المرض، مصر اللي عملته اكتر من اللي عملته امريكا اللي هي اخترعت الدواء. ده بيجي ناس من بره، بس احنا عندنا خيبه، ما بنعرفش نسوق، ما بنعرفش نقول، احنا في ناس كتير من بره جم عشان يتعلموا في مصر انجليز، ودي حقيقه على فكره. اما تيجي ده بتعمل ادي مشروع، وانت بتعمل مشروع دلوقتي ان خلال سنتين تبقى مصر. بس ليه يا استاذ ابراهيم رغم نجاح التجربه وانها مهمه جدا زي ما حضرتك قلت، بس ليه اوروبيين هيلجأوا للعلاج هنا عشان عندهم الطب متقدم جدا؟ حضرتك بتتكلم عشان السعر، عشان غالي، توفر السعر، عشان غالي هيدفع منين؟ خدمه وقيمتها هيدفع منين ده؟ نمره اتنين، تعالى في الصحه تاني، تعالى شوف المشروع التاني، التأمين الصحي اللي معمول دلوقتي بيتطبق في بورسعيد وبدا. انت بتنقل حاجات، ده امريكا لغايه دلوقتي منظومه التامين الصحي لغايه دلوقتي واقعه، في مشكله كبيره جدا عندهم فيها. انت بتعمل، ما كانش عندك اي حاجه في اي موضوع في اي حكايه في اي حضرتك بتقول يعني ان احنا بدانا عملنا خطوات مهمه جدا في القطاعين اللي كانت الناس بتقول ده ان لازم اذا كان لازم البعض بيكر ده. انا لما بنيجي في الرياضه، هي الرياضه واقعه يعني، هي انا لما صدقني الرياضه واقعه، الرياضه واقعه مننا، لان الرياضه عشان لا انا لازم الدوله تتدخل، لازم الوزاره لازم يتدخل، ما سيبش حدث من اتحاد، ما اتحاد الكره بتيجي يكلموا لك انا علاقتي بالفيفا، وتيجي كانوا تدخل الحكومي في شؤون ايه؟ وانتوا لو جيتوا فتشتوا، ما هو اصل الفيفا ايه؟ ما هو الناس فاهمه ان الاتحاد الدولي ده يعني ده يعني الحته المقدسه اللي الغلط ما بيعديش من عليها، ده اكبر رشاوي تمت في التاريخ، تمت في بتاع ده المرحوم بلاتر والمرحوم بلاتيني والاتحادين الاوروبي والدولي، الاتحادين والدولي والفساد اللي فيهم. ده الراجل رئيس الاتحاد الجديد، والراجل ده غيظني كل اسبوع حاطط على قطر، ما الزيارة برضو الزيارات مهمة بتبقى فيها فوائد كتيرة، الزيارات مطلع تصريح من كام يوم بيقول لك ان احسن حاجة اتعملت في تاريخ الكاسات العالم اللي بتعمله قطر. يا عم يا راجل اختش على دمك يا راجل، ده انتم مدين بطولة من حاجات المهمة في البطولة كاس العالم، ان المدن الخمس مدن تبقى بين المدينة والمدينة 200 ميل. طب هنجيب 200 ميل في قطر، ده هي كلها 17 ميل ولا 15 ميل، هنجيب من يعني مخالفات شائكة، ومع ذلك كنت تدفعها لهم بفلوسهم.